عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. عنوان للمزيد من الوضوح والشفافية، كتب دكتور إسماعيل سراج الدين في عدد اليوم من المصري اليوم متحدثا عن الأزمة الخاصة به بعد أن وجد بعض الافتراءات والاتهامات الكاذبة في الوقت الذي شهد فيه القاصي والداني ما قدم لمكتبة الإسكندرية، وكتب عن راتبه كمدير للمكتبة وأنه كان يتقاضى مبلغا أقل مما كان يتقاضاه بعض الإعلاميين ورؤساء الجامعات، وتبرع بزيادة الراتب لصالح تدريب العاملين بالمكتبة. وعندما قررت الحكومة تطبيق الحد الأقصى خفض راتبه، رغم أن المكتبة لا تخضع لذلك النظام، مؤكدا أن قرار مغادرته المكتبة معلن منذ فترة ولم يصدر أي قرارات. أستاذ مصباح، دكتور إسماعيل وجه الشكر لكل من سنده في تلك الأزمة، لكن كيف ترى ما يحدث له في الوقت الذي سخر فيه كل طاقته لجعل مكتبة الإسكندرية صرحا عالميا؟ هو أمر مؤسف. يعني هو يمكن أشار النهارده في المقال إلى الحاجات اللي المفروض يعني أنه تحاكم بسببها في المحكمة أول درجة، وفي استئناف يمكن الشهر الجاي، لكن وضح يعني نقطتين. أنا عارف أن دول بيبقوا حساسين أوي عند الناس، انه مرتبه كان قليل، انا يعني اللي هو وصل لحد الاقصى اللي هو 42,000 جنيه، انه كثيرا ما تبرع يعني سواء بجزء من المرتب او بمكافآت، بدل السكن اللي بياخده كان بيتبرع بيه طول الوقت لانه ما كانش له سكن، بياخد بدل سكن. وانه يعني الراجل طول الوقت الحقيقه كان حريص على انه يرضي، يعني يرضي العاملين، لما في وقت من الاوقات مثلا كانوا محتاجين يكملوا مكافاتهم فهو تبرع من مرتبه الشخصي، لكن لم يتعرض لتفاصيل اكثر تاركا للقضاء عشان حتى لا يبدو انه بيأثر على القضاء، فناقشهم كقضايا عامه تتعلق بالنزاهه المباشره الشخصيه له يعني كشخص. فالحقيقه احنا بنحترم جدا اللي قام بيه، واملنا ان شاء الله انه يعني ايه الموضوع يحسن بقى في حكم الاستئناف يعني.